إيمانا برسالة الفن في مواجهة العدوان الغاشم وصد المواجهات، تم افتتاح المعرض التشكيلي للمواهب الناشئة. إلى التفاصيل. إيمانا برسالة الفن ودورها في حب الوطن والتفاني في سبيله، قدم المرسم الفني التدريبي للمواهب الناشئة ريشة الفن في صد العدوان والمؤامرات التي تحيط ببلادنا في معرض تشكيلي افتتحته نائبة وزيرة الثقافة هدى أبلان وحضور الجبهة الثقافية المناهضة للعدوان وعددا من مدربي ومحبي وهواة الفن التشكيلي بمشاركة واسعة من مختلف محافظات الجمهورية. زيارة المعرض الجانبي للثقافة وزارة الثقافة، أنا أرجوك بما موجود من الأعمال التي قاموا بها الشباب، يعني الشباب في سن الرياعين يتحدوا الصمود، يعني الخامرين ويتحدوا العدوان وأيضا يتحدوا حتى الإمكانيات. أعجبني يعني ما كان فيه، أيضا أعجبني أن الشباب من جميع المدن في المحافظات الإدارية، شيء جميل جدا، وأن تكون الروح واحدة، أن تكون الجميع يلتم ويلتف الجميع من أجل اليمن، في الأخير كلها من أجل اليمن. أيضا لاحظت أن أغلب اللوحات التعبيرية كلها حول اليمن، أيضا حول إنجاز اليمن، حول ما يحصل أو ما يحاك حول اليمن، حول الأحقاد التي يحاول زرعها بعض الأشخاص المقيمين يعني على اليمن وكيف تتخطاها. جميل جدا، أنا ما رأينا جميل جدا. المعرض جسد فكرة الفن في الدفاع عن الوطن بكل الوسائل الممكنة، والتي منها توحيد الصف ونبذ الخلاف والعودة إلى منطقة الحكمة والعقل، ومهما كانت التحديات فإن اليمن ستظل تحمل راية العزة والكرامة وقادرة على الخروج من كل ما يحيط بها من عدوان ومؤامرات. وبريشة الألوان والمكعبات عكس هذا العرض الفني سمو اليمن ومكانته وموقعه إلهاما، والذي سيكون أكبر من التحديات في ردع العدوان وبناء يمن جديد للمستقبل يرتقي بفضل أبنائه عن كل الخلافات وينشد مفهوم السلام والاستقرار. لا أشكر كل الرسام، إحنا كرسامين وفنانين خرجوا كل اللي داخلهم على أساس المشاكل اللي في اليمن، وإن شاء الله إن شاء الله يدعوا ويستمروا بهذا الشيء إن شاء الله، وإحنا جايين إن شاء الله قراء جدا إن شاء الله. وتنوعت اللوحات الفنية بين السريالية والواقعية والخيال في تقديم لغة الفن بعروض فنية بسيطة للمواهب الناشئة التي سأها ما يواجه الوطن، وأرادت أن توصل فنها وترتقي بعملها المبتدئ من خلال الرسم التشكيلي بما يعيش الواقع الصعب، وأن اليمن ستظل قوية بأبنائها جميعا وأرضها وطبيعتها الفريدة.